هاخد من كلامك برضو كابتن وانت بتقول ان احنا دايما متفائلين، احنا ولاد النادي الاهلي يعني متعلمين دوت وعارفين ده كويس، لكن خلينا نشوف نرجع مع كابتن مصطفى كمال للنادي الاهلي، ايه البطولات اللي تفتكر كان فيها وجه تشابه وصعوبه بالنسبه للبطوله اللي احنا بنمر بيها دلوقتي؟ ايه من المواقف اللي مرت عليك كانت بتقول انها لا ده موقف صعب واحنا لكن احنا قدها وفعلا حصلت على بطوله معاها؟ والله يمكن يذكرني في البطوله العربيه، بطوله كنا في البطوله العربيه في المغرب برضو طالع الحظ يعني، وكنا نادي الرجاء هو المنافس، وكان اولمبي خريبكا بيلعب بفرقه من الاردن الفيصلي الاردني، فاحنا كنا مستنيين المباراه، كان التعادل هو لو تعادلوا اولمبي خريبكا والرجاء لا اولمبي خريبكا كانت بتلعب قبلنا مع الفيصلي الاردني، الفيصلي لو كانوا تعادلوا كان هيبقى قدامنا حل واحد بس، احنا لازم نكسب الرجاء في المغرب في وسط جمهوره في استاد محمد الخامس نفس الاستاد، وفعلا كنا واقفين احنا اللعيبه كلها واقفين بيبص من الشبابيك واقفين بره، ولغايه لما المباراه فعلا انتهت بالتعادل وجي دورنا احنا بقى، احنا المباراه دي اعتقد كسبناها 2-0 وكان فيها لعيبه كبيره جدا، بصير صلاح الدين ونزير عبد الكريم، كانت فرقه وجريندو كانت فرقه كبيره جدا فرقه الرجاء، ويمكن حققنا المكسب في البطوله دي، وكانت بطوله غاليه جدا، كانت اعتقد ابطال البطوله العربيه ابطال الدوري او كاس النخبه، وحققنا البطوله وكانت فرحه عارمه يعني، وكانت نفس الاجواء يعني، انت النهارده صحيح. حضرتك برضو مباراه وفاق الصيف واحنا وانا ماسك النادي هنا مع كارتيرون كان قبل النهائي، وبرضه وفاق الصيف طبعا انت عارف استاد النار هناك في الجزائر، برضه احنا يمكن كسبنا 2-0 هنا وهناك يمكن خسرنا 2-1، عملنا برضه مباراه كبيره جدا، فزي ما بقول لحضرتك الاجواء دي لعيبه النادي الاهلي متعوده عليها بالذات مع فرق شمال افريقيا، فانا متفائل ان شاء الله باذن الله ان يبقى نحقق نتيجه فعلا ان شاء الله ايجابيه في المغرب باذن الله تساعدنا ان شاء الله في مباراه العوده هنا ان شاء الله باذن الله، ونتأهل للنهائي وإن شاء الله نحقق البطولة الغالية على جماهير النادي الأهلي يا رب.